عشان نعمل حملة فعالة وناجحة هي وضع الاستراتيجية وتقييم الحملة الإعلانية بتاعتي. هي دي محاضرة النهاردة. أهلا بكم في الجزء الثاني من الخطوات الأساسية لتخطيط الحملة الإعلانية. لو انتوا فاكرين قلنا ان احنا عندنا 6 عناصر علشان نقدر نخطط حملة ناجحة وفعالة. هما ايه؟ اولا تقييم فرص الاعلان، ثانيا تحليل السوق، ثالثا تحديد اهداف الاعلان، رابعا تحديد الميزانية، والنقطتين الجداد عندنا النهاردة هما تحديد الاستراتيجية ثم تقييم نتائج الاعلان. علشان اقدر احدد الاستراتيجية بتاعتي بشكل علمي سليم وتحقق تقدر تحقق الهدف اللي هي عايزة توصله، لازم نشتغل على عنصرين. العنصر الاول هو اختيار الوسيلة الاعلانية السليمة، وتاني عنصر بالنسبة لنا هو تكوين الرسالة الاعلانية. طيب وهنبدأ نشتغل على العناصر دي، بس مهم جدا قبل ما نبدأ نشتغل على العناصر دي ان احنا نفهم اصلا معنى كلمة استراتيجية. كلمة استراتيجية هي مصطلح عسكري، ومعناه ايه؟ ان انا اقدر احط خطة وادير العمليات الحربية. هي دي المصطلح او المفهوم العسكري بتاعها. طيب بالنسبة لينا احنا في المجال بتاعنا معنى كلمة استراتيجية ايه؟ هي براعة في التخطيط والتنفيذ علشان اضمن نتائج باهرة. وعلشان الاستراتيجية بتاعتي تنجح بتتطلب حاجتين: استخدام امثل للموارد المادية والبشرية المتاحة اللي موجودة عندي. اولا بالنسبة لنا هي اختيار الوسائل الاعلانية. بيحاول الراجل صاحب الشركة او صاحب الاعلان ان هو يدور على وسائل تقدر توصل الرسالة بتاعته للسوق المستهدف. بمعنى ايه الكلام ده؟ باختصار شديد جدا المعنى بتاعه ان الراجل صاحب الاعلان بيحاول يدور على وسائل زي الاعلان، زي الاعلان الصحفي، عندنا الاعلان التلفزيوني، عندنا الاعلانات الالكترونية حاليا، عندنا الموبايل بورد وده احنا شرحناه، عندنا المطبوعات. كل دي وسائل اعلانية. بيبدأ ان الراجل ده يشوف ايه الوسيلة الاعلانية اللي تقدر تحقق له النجاح للجمهور المستهدف بتاعه. عشان نعمل ده مهم جدا ان انت تحط 3 عناصر قدامك. اول حاجة اسمها الريتش، وتاني حاجة الفريكونسي. طيب الريتش يعني ايه؟ يعني انت عايز الاعلان بتاعك ده كام واحد يشوفه. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي عايز كام واحد يتفرج على الاعلان بتاعك ده. اما الكلمة بتاعت فريكونسي او المعنى بتاعها ايه، هو هنا القصد بتاعه انت عايز الناس دي تتفرج على الاعلان كم مرة او عدد المرات خلال الفترة الزمنية دي. هل عايزهم يشوفوه مرة واحدة بس ولا عايزهم يشوفوه اكتر من مرة؟ زي مثلا الاعلانات في رمضان مثلا، على سبيل المثال، لو تلاحظوا في اعلانات بتكرر كتير جدا، وفي اعلانات بتيجي مرة واحدة بس وما بتجيش مرة تاني. النقطة الثالثة اللي معانا هي القيمة النوعية للتعرض للرسالة الاعلانية من خلال وسيلة اعلانية معينة. ايه معنى الكلام ده؟ تمام، معنى الكلام ده بكل اختصار ان انت دلوقتي خدت قرار هتعمل اعلان صحفي على سبيل المثال. طيب انت دلوقتي عندك جورنان زي الاهرام بقيمته كبيرة جدا، ومجلة فاشون، وانت اصلا التخصص بتاعك او الشركة بتاعتك بتاعت فاشون، انت بديهيا هتبدأ تختار ايه الافضل بالنسبة لك. المجلة بتاعت الفاشن، لان دي هتمثل لك قيمة نوعية في ناس كتير قوي من الجمهور المتخصص او الجمهور المحدد بتاعك بيروح يشتري المجلة دي. فان هو يلاقي الاعلان بتاعك فانت كده رحت للجمهور بتاعك بشكل دقيق جدا. هل الرجل المعلم صاحب الفكرة وصاحب الشركة اللي عايز يختار وسيلة مناسبة ليه، هل هو بيشتغل مثلا على سبيل المثال بيفكر هو عايز الاعلان ده ينتشر قد ايه، وعايز يشوف المعدل التعرض بتاعه، وعايز يشوف مثلا على سبيل المثال القيمة النوعية بالنسبة للناس اللي عايزة تشوف الاعلان بتاعه بس؟ لا طبعا، ده بيفكر كمان في الجمهور المستهدف بتاعه. يعني مثلا على سبيل المثال انا دلوقتي شركة جيل، التارجت بتاعي من 16 سنة او من 13 سنة ل 25 سنة.
فانا كده بالنسبه لي ببدا اشتغل على ايه، انا كده بالنسبه لي ببدا اشتغل على السوشيال ميديا، واستبعد تماما الاعلانات الصحفيه. هي دي الفكره اللي احنا بنقولها. النقطه التانية السلعه، السلعه بتاعتك هي ساعات بنسبه كبيره جدا هي اللي بتحدد لك نوعيه الوسيله. بمعنى ايه الكلام ده؟ شغال على عربيات لكجيريوس، عربيات غاليه جدا بتناسب النخبه زي ما بيقولوا كده. طيب هل انت هتروح تنزل مثلا او تعمل مطبوعات تتوزع كده زي المطبوعات مثلا اللي بنشوفها بتتوزع في افتتاح محل او كلام زي كده؟ لا طبعا. هل دي وسيله؟ ما دي مطبوعات من ضمن الوسائل، بس هل دي تناسبك؟ لا طبعا. فكمان بيبقى على حسب تحديد او على حسب السلعه بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها. ساعات السلعه نفسها هي اللي بتجبرك على الوسيله نفسها. النقطه الثالثه اللي معانا هي الرساله الاعلانيه. ساعات الرسالة الإعلانية بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها هي اللي بتجبرنا على اختيار الوسيلة. بمعنى ايه؟ انا لو عايز اعمل مثلا بيان صحفي عندي مشكلة، طيب هل ينفع ان انا اشتغل على الموبايل بورد اللي هو فكرة الاعلانات اللي بتيجي على الموبايل؟ لا، ما انا هعمل كده اعلان صحفي وريح دماغي. هي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها وبنتكلم عنها. واخر حاجه معانا اللي بتحكم المعلن في اختيار الوسائل برضو بالنسبه لنا هي التكلفه. وليه التكلفه؟ لان ساعات ممكن هو يكون في خياله افكار كتير جدا وافكار عظيمه جدا نفسه يطبقها، بس لما يجي على ارض الواقع يكتشف ان الاسعار بتاعت الحاجه مرتفعه جدا وغاليه جدا، هو ما يقدرش ان هو يشتغل عليها. النقطة التانية اللي معانا هي تكوين الرسالة الإعلانية. عايزين نقول معلومة بسيطة، اختيار الوسيلة اللي أنا هحط فيها الإعلان بتاعي سواء علاقات عامة سواء مطبوعات سواء موبايل بورد سواء بيل بورد سواء إعلان تلفزيوني سواء إعلان على الإنترنت سواء إعلان صحفي، كل الوسائل الإعلانية دي اختيارها وفكرتها الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط مهم جدا. وفي الاغلب اللي بيختارهم الوكالة الاعلانية زي ما احنا شرحنا في حاجات سابقة قبل كده. طيب النقطة اللي احنا عايزين نوضحها بقى في تكوين الرسالة، تكوين الرسالة بالنسبة لنا هو اللي عليه العامل الاساسي كله. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى انا دلوقتي على سبيل المثال لو جيت حجزت بيلبورد مثلا زي اللي موجود في جليم على البحر في كورنيش اسكندرية مثلا اللي هو سعره ما يقرب من 150,000 جنيه مثلا على سبيل المثال في الشهر الواحد، انا حجزته وعندي القدرة ان انا ادفع الفلوس دي. طيب هل انا لو عملت كده بس التكوين بتاع الرسالة بتاعتي مش حلو، هيبقى ايه اللي حصل بالنسبة لي؟ هيبقى خسرت فلوس زائد ان انا ما قدرتش احقق نجاح. طيب فالمعنى هنا اللي احنا عايزين نوصله ايه؟ انت كده كده هتدفع فلوس. طيب طالما انت كده كده هتدفع فلوس، ليه ما تدفعش فلوس في فكرة حلوة، فكرة تجيب لك استثمار بعد كده؟ هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. وفي الغالب المعلن بيقدر يحقق نجاح لو هو كان عامل نموذج او عامل تخطيط بيحاول ان هو يوصل ليه باجابات من خلال الاسئله اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دلوقتي. اول سؤال بالنسبه لي ايه الاهداف اللي انا عايز احققها كمعلم؟ طيب انا مثلا على سبيل المثال الهدف عندي ان انا ابدا اكسب فلوس احقق مبيعات عاليه. اول هدف بالنسبه لي انا مش عايز مبيعات، انا عايز الاسم بتاعي يتعرف على سبيل المثال. ده هدف وده هدف، انت عايز ايه؟ لازم تعمل علامة استفهام تحتها اجابة انا عايز فلوس، او انا مثلا عايز احقق انتشار عايز الاسم بتاعي يتعرف. النقطة التانية مين الناس اللي هيشتروا السلعة بتاعتك؟ ده مهم جدا بالنسبة انك تعرفه. واحنا شرحنا قبل كده ان احنا عندنا طبقات، ان عندنا كلاس A كلاس B كلاس C1 C2 كلاس D، كل دي فئات احنا بنشتغل عليها. هل اللي بيشرب المية بتاعت بركة مثلا او المية بتاعت نسلة اللي هو الفئة بتاعتنا نفس اللي بيشرب المية بتاعت ايفيان اللي هي بتتكلم 35 جنيه مثلا بنفس الكمية؟
اكيد لا، الوضع هنا بيكون مختلف. انا مقصود على اللي بيشربها باستمرار، مش اللي بيجيبها مرة واحدة. الناس دي بتبص للمنافسين ازاي؟ المنافسين بتوعنا بيبصوا للمنافسين ازاي؟ النقطة الرابعة، احنا عايزين الناس دي تحس بايه؟ تشعر بايه؟ عايزين نخوفهم ان هم لو ما اشتروش المنتج يحصل لهم مشكلة، ولا عايزين نربط في ذهنهم ان ده هو سبب السعادة بالنسبة لهم؟ دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة معانا، ايه الفكرة اللي انت عايز ترسخها في ذهن المستهلك بتاعك او في ذهن التارجت اودينس بتاعك؟ انت عايز الراجل ده دايما يشوفك عامل ازاي، ياخد انطباع عنك شكله عامل ازاي، ان انت حاجة لكجيريوس، حاجة للنخبة فقط لا غير، ما ينفعش مثلا الفئة المتوسطة ان هي تستخدمها، ولا عايز ان انت تبين ان انت لكل الناس على سبيل المثال. النقطة السادسة اللي معانا، هي ايه نبرة الصوت اللي انت هتستخدمها للناس دي؟ هل هستخدم نبرة الصوت الذكورية القوية اللي هي بتيجي بقوة، ولا هل هستخدم نبرة الصوت العاطفية، ولا هل هيستخدم صوت أنثوي مثلا على سبيل المثال؟ كل العناصر دي انت لو جاوبت عليها هتقدر تكون رسالة واضحة ومبسطة وناجحة، وتقدر ان انت من خلالها تستثمر فلوسك بشكل قوي جدا. ازاي تقيم الحملة بتاعتك؟ هتقيم الحملة بتاعتك من خلال الاجابة على عدة اسئلة. ايه هم الاسئلة اللي انت هتجاوب عليها دي؟ هم 4 اسئلة. الى اي مدى استطاعت الحملة الاعلانية ان تحقق الاهداف المرسومة لها اللي انا حددتهم قبل كده؟ هل الحملة قدرت تحددهم ولا لا؟ يعني مثلا انا كان الهدف بتاعي ان انا احقق الانتشار، اخلي اسم مثلا ستينج اللي هو لسه نازل جديد ده بتاع محمد رمضان يقدر ان هو يحقق انتشار وسط الناس. هل انا قدرت احقق ده ولا فشلت فيه؟ طيب انا كان الهدف بتاعي ان انا اكسب فلوس، هل المبيعات اللي انا حققتها الفترة اللي فاتت قدرت ان هي تغطي لي اللي انا عايزه ولا لا؟ فده اول اجابة. هل الحملة بتاعتي قدرت تغطي السوق المستهدف ولا لا؟ هل الحملة بتاعتي قدرت فعلا ان هي تغطي كل التارجت اودينس بتاعي؟ ايه درجة كفاءة الفكرة الاعلانية في توصيل الرسالة؟ لازم ادي تقييم وادي درجة، تمام؟ حتى لو هديها من 10، حتى لو هديها من 100، قدرت توصلها مثلا بنسبة، هل من 1 ل 10، هل من 10 ل 20، هل من 20 ل 40؟ ولو انتوا فاكرين في محاضرة سابقة قلنا ان المفروض ان المعلنين بيعملوا تقييم، تقييم A وتقييم B وتقييم C وتقييم D. مهم جدا اخر سؤال بالنسبة لك، انت كده كده بتعمل حملة، ما بتعملش اعلان واحد، فانت بتعمل الحملة انت بتستخدم فيها اكتر من وسيلة، بتستخدم فيها مثلا الاعلان التلفزيوني، اعلانات الانترنت، المطبوعات، بتستخدم فيها موبايل بورد، كل العناصر دي. مهم جدا ان انت تعمل تحليل ليهم كلهم وتشوف ايه اكتر حاجة قدرت تحقق نجاح. بكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، اتمنى ان تكون المحاضرة قدرت تضيف لكم معلومة جديدة. شكرا لكم يا شباب.